السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بخير. نتوما كتشوفوا الفيديو محبوبكم في قناه رشا شو. اليوم البنات غندير لكم عصير ديال الرمان طبيعي. كما كتعرفوا وقت الرمان هذا كيجي هائل، وكذلك غنوريكم كيفاش ما ديروش عصير، كيفاش تحطوه تقدموه كديسير بلا ما ديروا عصير. كاين اللي كيبغيها ياكلوها هكاك بلا ما يديروا عصير، كاين اللي كيبغي عصير. اذا غندوز نفرك الرمان. كما كتعرفوا كلشي كيعرف كيفاش يصوص الرمان. كتقسموه، كتحيدوا لي هاد البلاصه هادي من هنا، كتغسلوه وكتحيدوا لهاد البلاصات بجوج، وكتقسموه على جوج، وكتحاولوا تهرسوا، تحاولوا تشربوا بحال كتشقوا النص ديال الرمانه، وكتخبطوه بمدلك او موس او اللي عندكم اصباتو تكون صحيحه شويه، وكتخبطوا تخبطوه حتى كيتساس كامل. اذا غندوز نسوس الرمان ولا نفركو ونرجع معكم باش نوريكم كيفاش ندير العصير. اذا كما شفتوا هنايا انا فركت الرمان او ست رمان كي كيجي هذا الشكل، وكذلك كما شفتوا درت انا درت ربعه ديال الرمانات هنايا. نتوما على حساب العائله اللي عندكم. هنايا غندير كاس ديال الماء، ماء عادي طبيعي، حيت انا عندي شويه الرمان حامض غندير معاه جوج معالق ديال السكر سنيده. اذا كان حلو بلا ما ديروا معاه، بلا ما ديروا معاه السكر، حيت انا حامض عندي شويه ديال في شويه حامض شويه، داكشي درت مع السكر. غنطحنو دابا، غندوز غنطحنو. حاولوا البنات ما تطحنوش بزاف، حتى تطحنوا دوك العظومه اللي معاه يعطيكم المروره في العصير. طحنوه يبقاو دوك العظومه كاملين، ما يطحنوش، حيت طحنتوه وطحنوا دوك العظومه بزاف، طحنتوه بزاف كي دوك العظومه كيطحنوا كيعطوا المروره في العصير، كيعطيو شويه مذاق مزيان. غندوز نطحنو ونرجع معكم. لان البنات كما كتشوفوا راني طحنتو وصفيتو صفايه بحال هادي ديال البلاستيك، اولا صفايه بحال هادي الا عندكم بحال هادي حتى هي كتخدم، حيت ملي كديروا معاه المعاد باش كيطحن مزيان. بغيتو خاطر كتنقصوا الماء، بغيتوه خفيف راه كديروا الماء كاس الماء كامل، كيبقاو العظومه البنات بحال هكا كما كتشوفوا العظومه، شرا ما بويض العظومه كيبقاو بحال هكا، ما خصهمش يطحنوا، حيت الا طحنوا كيعطيو المروره في العصير. كنبقى نمعك هكا نيا بالمعلقه حتى كينزل السائل كامل ديال الرمان، كيبقاو غاد هاد العظومه هادو كما كتشوفوا. وغنديرو في الثلاجه يبرد ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي. إذن البنات بعد ما بدينا العصير كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، كيجي خفيف ماشي ثقيل. كاين اللي بغى ثقيل كما قلت لكم زيدوا خليو قلوا فيه الماء، اللي بغى خفيف ديروا فيه الماء كثير كيجي على هذا الشكل، ما كيجي بلا مروره لا والو، حيت ما طحنتوش بزاف. ما تحاولوش تطحنوا البنات بزاف، واللي ما عندهمش الماكينه ديال الضوء او الطحانه ديال المونينيكس يخدموا شدوا الرمانه وقسموها على جوج بحال غتعصروا الليمون في هذيك ديال اليدويه ديال العصاره ديال الليمون اليدويه وتعصروه، تو كيجي كيتعصر مزيان كيجي رائع. اذا بالصحه والراحه وندوز باش نوريكم كيفاش نقدموا ديسير. اذا البنات غنوريكم الطريقه الاخرى ديال الرمان كما قلت لكم بلا ما نعصروه. هنايا عندي جوج رمانات هما بجوجهم كيتقدموا ديسير، غا هو الاخر كيطحن كديروه، كاين اللي كيديروا عصير كاين اللي كيخليها كونيا. دابا انا هنا عندي جوج رمانات فركتهم كما قلت لكم في الاول فركتهم، وهنايا غندير جوج معالق ديال السكر سنيده كما قلت لكم، حيت شويه الرمان حامض جوج معالق ديال السنيده. وغندير معلقه ديال ما زهر، معلقه كبيره، ونخلطو عرفتي هاد الحكه تعطي فيه رائحه ديال المزهر. نحركو مزيان حتى يدخل في داك السكر كامل مع المزهر. دابا نخلي واحد الشويه وندوزو باش نوريكم الشكل النهائي ديالو.
اذا البنات هذا الشكل النهائي ديال الرمان ديالنا كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. قدمت زليفات صغار، انا زعما كنصح باي فاكهه تكال قبل من الاكل حيت باش كيسرب من الجسم مزيان. اذا هذا هو الشكل النهائي، نتمنى الفيديو عجبكم او جوج الفيديوهات اللي درت الاول والثاني عجبكم. ما تنساونيش بلي لايك والاشتراك في القناه رشيده شو مع تفعيل الجرس. كاين شي بنات كيقولوا لي الفيديوهات ديالكم ما كيوصلوش حيت ما مفعلينش الجرس، نتمنى تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.